يعني كذلك أيضا في قصة يعني غريبة يعني حديثة، كان واحد ما عنده مريض قلب، يعني هو يشتكي من قلبه، فذهب لكثير من الأطباء لكي يعني يعرف ما به. فلما ذهب قالوا له لابد وأن تجري عملية جراحية في قلبك، فاستسلم لهذا الأمر. فلما وهو ذاهب إلى الطبيب الذي سيجري له عملية جراحية، وجد امرأة تأكل من القمامة، فنزل ما أقصر هذا وأعطاها. المشهد في نعم، يومنا. فنزل وأعطاها بعض من المال يعني يكفيها لمدة سنة. ثم ذهب إلى الطبيب، فلما كشف عليه الطبيب لكي يجري عليه عملية جراحية، رأى أن المرض قد ذهب عنه، فقال له كيف ذلك؟ فقال لقد تاجرت مع الله سبحانه وتعالى فشفاني الله سبحانه وتعالى. فالصدقة لها فضل عظيم عند المولى سبحانه وتعالى، أن الإنسان تضاعف الحسنات عندهم، أن تدفع الكروب، ويفرج الله سبحانه وتعالى عنه بسبب الصدقة. لذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة الليل: فأما من أعطى واتقى واتقى وصدق وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. الله. ده بالعكس من كده، إيه بقى؟ وأما من بخل واستغنى واستبنى وكذب وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. للعسرى. ربنا سبحانه نعم. وتعالى هيضيق عليه. الأمر الثالث أن ما نقص مال من صدقة، أي أن الصدقة تزيد في المال وتزيد في بركة هذا المال. لذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان يقولان: اللهم أعطي منفقا خلفا خلف وأعطي خلف ممسكا تلفا تلف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث في فوائد الصدقة أنها جامعة لكل خير وجامعة لكل البر. يعني لما نزل قول الله سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يعني جاء سيدنا أبو طلحة الصحابي رضوان الله عليه، وكان له حديقة يعني يحبها كثيرا، فلما نزلت هذه الآية تصدق بحديقته التي يحبها للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا بعض الصالحين رضوان الله عليهم يعني سأله سائل فأطرق عليه بابه، فقال لامرأته: أعطيه سكرا، أعطيه شوية سكر، لأني أحب السكر. تأول قول الله سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هو أنفق مما يحب، فهو يحب السكر، فقال لامرأته: اخرجي ايه، اخرجي اخرجي السكر لهذا السائل. فالصدقة لها أجر عظيم عند المولى سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا من المتصدقين في هذه الأيام المباركة. كان